أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر، هذا هو الأسبوع 11. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. في الحصة التي تليه سنقوم بدراسة نص من كتاب الطالب. هذا النص هو من إبداع الكاتب وليد إبراهيم أحمد سيف، الكاتب الفلسطيني الذي ولد في طول كرم. هذا الكاتب هو كاتب للدراما التلفزيونية وشاعر وناقد أكاديمي. تلقى تعليمه في مدرسة طول كرم، ثم التحق بالجامعة الأردنية عام 66 و900 و2000، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، ومن ثم حصل على الدكتوراه في اللغويات من جامعة لندن عام 75 و900 و1000. بعد ذلك تفرغ للعمل في الدراما التلفزيونية، وقد برز بشكل لافت في مسلسلات عدة مثل التغريبة الفلسطينية، عمر، صلاح الدين الأيوبي، وقد حاز على وسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى العليا عام 22 و2000. تقديراً لدوره الكبير في الدراما التاريخية، له الكثير من الدواوين الشعرية مثل قصائد في زمن الفتح، تغريبة بني فلسطين، وله مؤلفات روائية مثل ملتقى البحرين، مواعيد قرطبة، وله سيرة ذاتية بعنوان الشاهد والمشهود، سيرة ومراجعات فكرية أخذ منها النص الذي سنتناوله إن شاء الله. النص جزء من سيرة حياة هذا الكاتب، يصف شغفه بالقراءة وتعلقه بأمهات الكتب منذ أن كان فتى صغيرا في مدارس طول كرم. يذكر ما كان لهذه الكتب من فضل عليه في توقد موهبته الشعرية وانطلاق إبداعاته الأدبية. ويعرج وليد سيف في نهاية النص على جانب مؤلم من حياته، زمن النكبة الفلسطينية عندما كان طفلاً وليداً، فيذكر حادثة ولادته وما رافقها من تحديات وصعوبات. ويسير بالطبع وليد سيف في سيرته الشاهد والمشهود معتمداً التتابع الزمني للمحطات الكبرى في رحلة حياته، يقف عند تلك المحطات معززاً إياها بمراجعات وجدانية وفكرية عميقة، معرجاً على أهم القضايا الفكرية التي تشغل الإنسان، ومنحازاً إلى قيم العدالة والمبادئ الإنسانية. هنا عزيزي الطالب، سيكون الحصة قراءة النص، سنقرأه لندخل في الإطار العام لهذا النص. بالطبع ستلاحظ أن النص مكتوب في ضمير المتكلم. عندما يستخدم ضمير المتكلم نحن نعرف أن هذه سيرة ذاتية من كتاب الشاهد والمشهود، وهذا يجعلنا دائما أمام أتابع أمضي. لاحظ معي مثلا، وبعد ذلك لا أذكره فأكاد، والكثير الكثير. بعد ذلك سننتقل إلى أسئلة النص، أفهم المقروء وأحلله. وكما تلاحظون هنا فإن السؤال يقول: أفسر معنى الكلمات المخطوط تحتها فيما يأتي، مستعينا بالسياق الذي وردت فيه، محددا جذورها. كان في ذلك الزمان الغابر مكتبة لبيع الصحف والمجلات. كلمة الغابر نريد أن نعرف جذرها ومعناها. بعد ذلك سنطبق ذلك على الجمل التي تليها، ثم ننتقل إلى السؤال الذي يليه: أوضح دلالة كل جملة مخطوط تحتها في قول الكاتب: أشعر أن قامتي قد طالت إصبعاً أو إصبعين، وأن عيون الناس تلاحقني. نريد أن نعرف دلالة قامتي قد طالت، عيون الناس تلاحق.
بعد ذلك عزيزي الطالب سننتقل إلى الأفعال الخمسة، وهي أفعال مضارعة أسندت إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ولكل فعل من هذه الأفعال الخمسة صيغة وضمير مناسب. تفعلين أنت، تفعلان أنتما، يفعلان هما، تفعلون أنتم، يفعلون هم. سنتعرف إلى إعراب هذه الأفعال وكيف يؤثر النصب والجزم على هذه الأفعال. هذا هو عرض سريع لما سنقوم بدراسته ومناقشته خلال الأسبوع الحادي عشر. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.